القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. أشياء كثيرة تحدث في أبواب المدارس، الأكثر خطورة وتدميرا من بينها تلك التي تحدث في أبواب الإعداديات والثانويات، حيث طيش اليافعين واندفاع المراهقين. كثيرون هم الذين يجدون في أبواب المدارس مجالا لترويج الرذيلة والانحراف. في 15 أكتوبر من العام 2011 في مدينة المحمدية، تقدم السيد مبارك السطحاوي لدى مصلحة الشرطة القضائية. كان معه ابنه حسن ذو 15 عاما. طلب الرجل مقابلة المكلف بقضايا الأحداث، ولذلك تمت إحالته على العميد محمد بن شارف رئيس فرقة الأحداث. أبلغ مبارك السطحاوي العميد بموضوع قدومه إلى المفوضية. حكى له أنه باغت ولده حسن في غرفة الجلوس وهو يشاهد شريطا إباحيا. قال الرجل إن ولده حاول أن يوقف الشريط ولكنه لم يتمكن وجرى إلى غرفته وأغلق الباب، لم يغادر إلا بعد أن أقنعته أمه بأن والده لن يعاقبه إن هو قال له عن مصدر ذلك القرص. قال مبارك إنه علم من ولده أنه تشارك مع عدد من رفاقه في الثانوية بأن دفع كل منهم 10 دراهم لشراء القرص الذي يتضمن ذلك الشريط الإباحي. علم منه أيضا أن بائعا متجولا كثير التردد على باب الثانوية هو الذي يروج تلك الأفلام الخليعة، فضلا عن ترويجه المخدرات والسجائر. عزز الرجل ما أبلغ عنه بأن قدم للعميد بن شارف القرص المدمج الذي كان بحوزة ولده حسن. استمع العميد للفتى الذي أكد ما قاله والده، كما أنه أعطى أوصافا قربت إلى الضابط صورة مروج تلك الأفلام الإباحية. تأسيسا على ذلك عرض العميد على حسن ولد مبارك السطحاوي صورا لعدد من ذوي السوابق الذين توبعوا بتهم منها ترويج المخدرات. لم يجد الفتى صعوبة في التعرف إلى بائع الأفلام الإباحية في باب الثانوية. كان مسجلا لدى مصالح الأمن، اسمه ناصر الخدراوي، وقد قضى عدة عقوبات حبسية ولمدد مختلفة بسبب إدانته في قضايا ترويج المخدرات. رأى العميد محمد بن شارف أن يعمل على الإمساك بالظنين وهو في حالة تلبس، ولذلك قرر أن يوكل إلى أفراد من فريقه مهمة القيام بمراقبة لا تثير الانتباه حول الثانوية التي يدرس بها ابن مبارك السطحاوي. استمرت المراقبة أيام 16 و17 و18 من أكتوبر، وفي اليوم الثالث ضبط الخدراوي متلبسا. كان بداخل سيارته التي ركنها بجوار الثانوية يعرض على مجموعة من المراهقين شريطا إباحيا، هو شريط نفسه الذي اكتشفه مبارك عند ولده حسن. تم حجز السيارة وما حملته وسيق الخدراوي إلى مفوضية الشرطة. تبين أنه كان يتوفر لحظة القبض عليه على 15 قرصا مدمجا بها 3 أشرطة. كان في السيارة تلفاز لعرض تلك الأفلام وتقديمها للمراهقين قبل بيعهم الأشرطة الخليعة. اقتضى الأمر إرسال المحجوز من تلك الأشرطة إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بغرض عرضها على الفرقة المختصة في تلك الجرائم، والتي كان قد تم إحداثها مؤخرا بأمر من المدير العام للأمن الوطني. كان الهدف النهائي هو الكشف عمن يقف وراء تصوير وإنتاج تلك الأفلام الخليعة التي يجري ترويجها في أبواب الثانويات. كان في جملة ما يسعى إلى كشفه الأمكنة التي تم بها تصوير تلك الأفلام الخليعة وهويات الأشخاص الذين يظهرون فيها. عند عرض تلك الأشرطة اتضح أنها كلها تتضمن لقطات صورت في شاطئ خال، لم تكن اللقطات تظهر مباني سكنية أو مارة، كما أن الجزء الأكبر من تلك الأفلام تم تصويره داخل منزل عتيق مغربي الطراز.
تم تكوين فرقة تتولى القيام بالتقصي. وتأسيسا على ما توفره تلك الأفلام، فإن مهمة الباحثين بدت صعبة قبل أن تبدأ. اعترف ناصر الخدراوي حين استجوابه بأنه كان يتاجر في المخدرات يبيعها لليافعين والمراهقين في باب عدد من المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية في مدينة محمدية، وأنه غير توجهه وصار يبيع الأقراص المدمجة التي تتضمن أفلاما إباحية لما لاحظ إقبال المراهقين عليها، ورأى أن ما تدره عليه من مال يفوق ما كان يحصل عليه من ترويج المخدرات بما فيها المخدرات الصلبة. اعترف الخدراوي أيضا بأنه يروج المجلات الإباحية. لم يكن ليخفى على المحققين ما تدره تلك التجارة المحظورة على ناصر من أرباح، ولكن الذي كانوا يسعون إليه هو معرفة مصدر تلك الأفلام الإباحية، وقد علموا منه أنه يشتريها من أحد الباعة في درب غلف. قال إن الرجل لا يستقر في مكان معلوم، بل هو دائم التجوال في السوق، وكلما جاءه زبون قاده إلى سيارته التي يركنها غير بعيد. كان في السيارة جهاز لقراءة الأقراص المدمجة وجهاز تلفاز. في السيارة يتم كل شيء حسب ما اعترف به ناصر الخدراوي. طبيعي أن يكون القرار السعي إلى القبض على هذا الشخص الذي لا يستقر في مكان في سوق درب غلف. وقد قرر رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية أن يشرك في العملية إحدى الفرق الجنائية المشهود لعناصرها بالكفاءة المهنية، في جملة تلك العناصر الضابطة زهراء المومن، وكان لديها من الخبرة والتجربة ما يؤهلها للاطلاع بدور رئيس في ملاحقة هذا الذي يروج الأفلام الخليعة في درب غلف. أقنع المحققون ناصر الخدراوي بالتعاون معهم بعد أن أكدوا له أن ذلك سيتيح التدخل لدى النيابة العامة لالتماس تخفيف العقوبة التي ستتم المطالبة بها ضده. رأست الضابطة زهراء المومن الفرقة التي توجهت إلى درب غلف، وكانت تتألف من 3 مفتشات للشرطة فضلا عن 4 أعوان من الرجال. كان معهم الخدراوي الذي أبدى استعدادا للتعاون طمعا في تخفيف العقوبة التي يواجهها. كان كل عون من أعوان الشرطة يرافق مفتشة من المفتشات، وظل الرابع في سيارة الشرطة يتابع الاتصالات عبر الراديو. ظل الفريق يراقب تحركات الرجل طيلة اليوم. قبيل المساء رأوه يدلف إلى السيارة وبرفقته شخص آخر، ما أن دخل السيارة حتى تم الإطباق عليهما. تم القبض على المدعو سفيان المأمور. حلقة 2 والأخيرة. ذاك المساء في زحمة المتسوقين في درب غلف، تمكن الفريق الذي تقوده الضابطة زهراء المومن من القبض على المدعو سفيان المأمور. تمت مباغتته مع أحد زبنائه في سيارته التي كان يركنها غير بعيد عن السوق. وقد تسنى القبض عليه بعدما دلهم ناصر الخدراوي الذي كان يروج الأفلام الإباحية في أبواب الثانويات بالمحمدية، وكان المحققون قد أقنعوه بالتعاون إن هو أراد أن يستفيد من إمكانية تخفيف العقوبة التي يواجهها. كان سفيان المأمور شابا اقترب من 30 وكان ذا بنية قوية، وقد كان عامل المفاجأة حاسما إذ لم تتح له فرصة لإبداء مقاومة ما. مد يديه إلى الضابطة زهراء التي قامت بتصفيده. دون إثارة كبير انتباه اقتدى سفيان إلى سيارة الشرطة ومعه زبونه المفترض. تولى أحد الأعوان قيادة السيارة بكل ما حملته إلى مقر ولاية الأمن بالدار البيضاء. كان المحققون يعلمون أن سفيان لا يمثل الحلقة الأخيرة في تلك السلسلة التي تمر عبرها الأقراص المدمجة التي تتضمن تلك الأفلام الإباحية قبل أن تصل إلى أيدي اليافعين والمراهقين في أبواب الإعداديات والثانويات. ما تم اكتشافه في المحمدية بعد أن أبلغ عنه مبارك السطحاوي لا يلغي احتمال انتشاره عبر أنحاء البلاد المختلفة. في سيارة سفيان
تم العثور على نحو 1000 من الأقراص المدمجة، وكانت تتضمن كلها 3 أفلام إباحية. في مكاتب المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، باشر الباحثون استجواب سفيان المأمور. اعترف بأن الأقراص المدمجة التي تتضمن الأفلام الخليعة تأتيه من تطوان، يحملها إليه تاجر سلع مهربة. أوضح أنه كان يلتقي ذلك المهرب في ساحة الجامعة العربية غير بعيد من شارع مولى يوسف بالدار البيضاء. قال إن المهرب كان يأتي بالأشرطة من منتجها الذي لا يعرف عنه شيئا. كانت المشاهد التي تتضمنها الأفلام قد صورت على شاطئ خال وداخل منزل عتيق مغربي الطراز والتأثيث. رأت المصالح الأمنية ضرورة الوصول إلى تعريف وتحديد الأماكن التي جرى بها التصوير، لأن ذلك من شأنه أن يقود إلى تحديد هويات الأشخاص الذين يظهرون في تلك الأفلام الإباحية. ولبلوغ تلك الغاية تم التنسيق على مستويات رفيعة، وحضر إلى مقر ولاية الأمن بالدار البيضاء عدد هام من عناصر الشرطة القضائية الذين يعملون في المدن الشاطئية. كان الغرض الأول فك لغز الشاطئ الخالي مما يتيح تحديد موقعه. لم تكن المشاهد التي تضمنتها تلك الأفلام تتيح الكثير، ولكن أحد المفتشين قدم من ولاية الأمن بتطوان، وهو ابن المنطقة بالمناسبة، تمكن من الاهتداء إلى تحديد الموقع. قال إن المكان هو شاطئ اسطيحات على الطريق الساحلية المؤدية من واد لو باتجاه الجبهة فالحسيمة. كان على العميد رشدي القاضي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن ينتقل رفقة الضابط القادم من تطوان إلى اسطيحات للتحقق من أن شاطئ تلك القرية الجميلة هو المكان الذي جرى به تصوير لقطات ومشاهد من تلك الأشرطة الإباحية. بعد اتخاذ التدابير التي يتطلبها الأمر انتقل العميد إلى اسطيحات، وقد فاجأه للوهلة الأولى وجود قوارب صيد على الشاطئ ولم يكن يظهر لها أي أثر في الشريط. علم العميد أن شاطئ اسطيحات يغص بالمصطافين أيام الصيف، ولذلك فإن قوارب الصيادين يتم ركنها على الرمل بعيدا عن الأماكن التي يتواجد بها المصطافون. بدا الجواب مقنعا، غير أن العميد تساءل عن السر وراء عدم ظهور أي من المارة أو الفضوليين في الشريط. قال إن تصوير الأفلام عادة ما يجلب الفضوليين. كان الجواب عند أحد سكان القرية الذي أبلغ العميد بأنه يذكر أن عددا من الشبان والشابات، وكان معهم رجل أجنبي، جاءوا إلى الشاطئ يوم عيد الأضحى، وكان من بينهم عدد من الشبان الذين كانوا قد دأبوا على قضاء العطلة الصيفية على شاطئ اسطيحات. أضاف ذلك الرجل أن الشاطئ في يوم العيد يخلو من كل إنسان، تكون يومها للسكان انشغالات أخرى. عرض العميد على رجال الأمن بتطوان الشريط علهم يهتدون إلى معرفة هوية أشخاص يوجدون في الشريط. تعرف المفتش همام من الأمن الإقليمي بتطوان على وجه من تلك الوجوه التي تظهر في الشريط. كان وجها مألوفا في مدينة المضيق، إذ كان يلعب في السابق ضمن فريق محلي لكرة القدم، اسمه فؤاد النمرود. ساعات بعد ذلك كانت تجري في منزله عملية اعتقاله. اعترف النمرود بأنه تلقى عرضا مغريا من أجنبي التقى به في شاطئ مرتيل. دار بينهما حديث عن الأفلام وفي جملتها الأفلام الإباحية، ثم طلب منه أن يقوم بدور في شريط إباحي، وقد أعطاه فكرة عن ذلك الدور. قال النمرود إن الأجنبي كان يتوفر على قائمة هامة تتضمن أرقام هواتف عدد من الفتيات قبلن لعب أدوار في تلك الأفلام، وكان عليه أن يجلب شبانا ينضم إلى الفريق. يحكي النمرود أن مشاهد من تلك الأفلام كان مقررا أن يجري تصويرها على الشاطئ، وكان ذلك يقتضي تأمين مكان بعيد عن أعين الفضوليين، ولذلك كان هو من اقترح أن يجري التصوير في شاطئ اسطيحات ويوم عيد الأضحى. كان النمرود ممن دأبوا على قضاء العطل الصيفية في اسطيحات، وكان يعلم أن سكان القرية في يوم العيد لا يولون وجوههم إلى البحر، ينهمكون في الاحتفال بالعيد حول مواقدهم.
مكنت الاعترافات التي أدلى بها فؤاد النمرود من الوصول إلى أولئك الشبان والشابات، وكانت بين الشابات قاصرتان. بقي أمام المحققين أن يتعقبوا الأجنبي الذي يقف وراء كل تلك الأفلام الإباحية. لم يكن يظهر في أي من تلك الأفلام، وكان المنفذ الوحيد الذي قد يدل على أثر له هو المنزل الذي اكتراه في المدينة العتيقة لتطوان، حيث تم تصوير أكثر المشاهد في تلك الأفلام الإباحية. علم المحققون من صاحب المنزل أن الأجنبي واسمه موريس كلاس أعاد إليه مفاتيح المنزل الذي ظل يستغله 3 أشهر. من خلال عقد الكراء الموثق الذي أبرمه مع صاحب الدار تبين أن الأمر يتعلق ببلجيكي، كان رقم جواز سفره مسجلا في ذلك العقد. سيق كل الذين تم اعتقالهم في تطوان إلى الدار البيضاء محاطين بحراسة مشددة، بينما تم تعميم مذكرة بحث حول المدعوم موريس كلاس، وقد اتضح أنه لم يغادر التراب الوطني بعد. شدد الباحثون الضغط على سفيان المأمور، واضطر في النهاية إلى البوح بالرقم الهاتفي الشخصي للبلجيكي. فكر العميد رشدي القاضي في نصب فخ لموريس كلاس، ولم يكن هناك من طعم أفضل من سفيان المأمور. طلب منه العميد أن يتصل به ويحدد معه موعدا. أوحى إليه بأن يدعي بأنه يريد شراء كمية هامة من تلك الأشرطة، لأن لديه من الزبائن عددا كبيرا. امتثل المأمور، ركب رقم البلجيكي. أجاب الرجل، حدد لسفيان المأمور موعدا. رافق مفتشون سفيان إلى المكان، تركوه يمضي لمقابلة البلجيكي الذي حضر راجلا. من بعيد كانت الضابطة زهراء المومن تراقب، كانت ضمن فريقها مفتشتان كانتا على متن سيارة مموهة. لما التقى البلجيكي بسفيان أبلغه أنه سوف يتصل به فور أن تتوفر لديه البضاعة. افترق الرجلان، مضى البلجيكي راجلا، كانت المفتشتان تراقبانه. بعد حين استوقف سيارة أجرة، لما أقلعت به تبعتها المفتشتان مع الاحتفاظ بمسافة كافية. أخذت السيارة وجهة شاطئ عند دياب، توقفت عند إحدى الفيلات هناك. نزل البلجيكي، خطى 2 خطوات، أدركت المفتشتان أنه يريد التأكد من لا أحد يراقبه، ثم دخل الفيلا. إذ ذاك ربطت المفتشتان الاتصال بالضابط زهراء. بعد دقائق كانت لدى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية كل المعطيات. تقرر اقتحام الفيلا. في 1 بعد الزوال من ذلك 10 من نوفمبر كان كل شيء جاهزا. تم اقتحام البناية. في الداخل كان البلجيكي موريس كلاس ومعه رجلان وامرأتان. كانوا داخل غرفة تم تحويلها إلى استوديو. كان الرجلان والمرأتان يقومون بدبلجة أحد الأشرطة الإباحية باللهجة المصرية. علم منهم المحققون أنه أغراهم بمبالغ مالية هامة للقيام بالدبلجة. أسفر تفتيش الفيلا عن اكتشاف معدات التصوير ومخزونا هائلا من الأقراص المدمجة التي تتضمن نسخا للأشرطة الإباحية 3 التي تم اكتشافها. تم العثور أيضا على جوازات سفر 3 للشخص نفسه. فعدا جواز السفر البلجيكي حيث هو يسمى موريس كلاس، عثر على جواز سفر إسرائيلي حيث اسمه موشي كاهان، وجواز سفر ثالث مصري هذه المرة حيث يحمل اسم موسى جلاس. 3 أسماء والمجرم واحد. اعترف ذو الأسماء 3 أنه يعمل لحسابه، يصور أفلامه الإباحية في المغرب، وكان يريد من خلال دبلجتها باللهجة المصرية أن يغزو أسواق الخليج والشرق الأوسط. تم تقديمه إلى النيابة العامة مع أمر بالإبقاء عليه معزولا، فقد يكون جاسوسا يعمل لحساب جهة ما. تم تقديم كل الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية التي بدأت باكتشاف أب قرصا مدمجا لفيلم إباحي بحوزة ولده. كان قد اقتناه من بائع متجول يترصد المراهقين في باب الثانوية. أشياء كثيرة تحدث في أبواب المؤسسات التعليمية. في الزنزانة رقم 14 بسجن وهران
تجمع ذاك الرابع من يونيو من العام 2013 سجينا، لم يكن يجمع بين هؤلاء سوى تلك الزنزانة، وقد زج بهم بداخلها لأسباب متباينة، وقيل إن ذلك الاكتظاظ مؤقت، وإن موقوفين عديدين سيتم نقلهم إلى سجون أخرى. كان خميس بن رمضان من بين المعتقلين الذين ينتظرون ترحيلهم، وكان قد اعتقل وحوكم بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية كانت تقوم بأعمال السطو وقطع الطريق. كانت الجزائر تخرج لتوها من تلك العشرية التي توصف بالسوداء. قال خميس بن رمضان الذي ينحدر من سيد إبراهيم إنه بريء مما نسب إليه من جرائم، قالها حين اعتقل وحين تم تقديمه للمحاكمة ويوم حكم عليه بالسجن 10 سنين. وما فتئ الشاب ذو 25 عاما يؤكد أنه ضحية لتصفية حسابات. كانت أصوات أخرى أعلى من صوته فلم يسمع. أودع سجن وهران منذ 7 أشهر، وكان ينتظر ترحيله إلى سجن سيدي بلعباس حتى يكون أقرب إلى عائلته وتتسنى لهم زيارته. قبل 8 أيام فقط لم يكونوا سوى 6 في تلك الزنزانة، أغلبهم حكم عليهم في قضايا سرقة. من بين هؤلاء شاب في 30 يدعى عبد القادر النماش، الذي قال إنه قبض عليه خلال مظاهرة في وهران لم يكن مشاركا فيها ولم يعلم سببا لانتظامها. قيل له إنه متهم بالقيام بأعمال تخريب للممتلكات العمومية. ولعل زعم الاثنين بن رمضان والنماش البراءة من التهم التي وجهت إليهما مما يسر التقارب بينهما. أمضيا معا 4 أشهر في تلك الزنزانة، وسريعا بدأ يفكران في الهروب، يعلمان أن الأمر لن يكون سهلا وأن عليهما أن يخططا جيدا، لأن كل فشل قد يعني موتا محققا أو مضاعفة للعقوبة. توقف التخطيط للهروب لما أودع الزنزانة 7 معتقلين آخرين. كان الشابان لا يتحدثان في شأن مشروع الهروب إلا حين الخروج إلى ساحة السجن. فكر في الخروج وسط أكياس القمامة، فكر في حفر نفق من الزنزانة يفضي بهما إلى الخارج، وسرعان ما تفطن إلى أنهما يفكران في سيناريوهات لا تقبل للتطبيق على أرض الواقع. كانت الحراسة مشددة، والجميع يعلم أن أيادي الحراس على الزناد، وأن الأوامر أعطيت لإطلاق النار على كل من يحاول الهرب. فكر خميس بن رمضان في التقرب إلى حراس السجن علّه يجد من بينهم من يتعاطف معه، ولكنه اصطدم بجدار. مضى شهران الآن دون أن يتلقى زيارة من أي من أفراد أسرته، وازداد قلقه وصار يستعجل الفرار. كان يحرض عبد القادر النماش على المخاطرة، كان يقول إن البقاء في تلك الزنزانة موت بطيء، وإن محاولة الفرار تتيح فرصة للحياة. مرت 3 أسابيع على وصول أولئك المعتقلين 7 لما فتح باب الزنزانة. كان موظف السجن يمسك بيده قائمة، وقد وقف وراءه حارسان بيدهما بندقيتان رشاشتان. أمر السجناء بالوقوف، وطلب من كل من يسمع اسمه أن يجمع ما لديه من أغراض وأن يستعد للرحيل. كان في جملة الذين تمت المنادات عليهم عبد القادر النماش. خرج موظف السجن يتبعه الحارسان، ثم أقفل الباب. أيقن خميس أن ما كان يخطط له مع النماش قد انهار. لم تعد هناك خطة للهروب، إذ لم يكن في من سيبقى معه في الزنزانة من يستطيع أن يثق به ويضع يده في يده ويخطط للهرب. عصر ذلك اليوم ودع النماش الذي تم ترحيله إلى سجن تلمسان. في المساء لم يعد في الزنزانة رقم 14 سوى 5 سجناء، 3 من تلك المجموعة الأولى، وسجينان من تلك المجموعة التي وفدت قبل شهر. أحد الاثنين ولم يعرف له اسم ينادى به غير عللو، كان يستوفي كل صفات السجين المتمرد الذي يفرض سيطرته الكاملة على الزنزانة. لم يكن يكلم أحدا، ويتخذ من السرير الذي يحتل الزاوية مكانا له. وفي اليوم التالي لترحيل أولئك السجناء
جاء يطلب من أحدهم سيجارة، وقد بدا الآخر وقد فهم القصد، ناوله سيجارة أخرجها من بين أغراضه. اكتفى عليلو بالنظر إليه بعينين جاحظتين، كانت اللحية الكفة والشعر الذي تدلى على قفاه يجعلان شكله أكثر إثارة للرعب. ثم تقدم نحو خميس وطلب منه سيجارة. لم يفهم الشاب القصد، رد بأنه لا يدخن. كانت المفاجأة أن عليلو صفعه بقوة على خده ومضى إلى زاويته يقهقه. لم يكن خميس بن رمضان قد تعرض لمثل تلك الإهانة منذ أن أودع الزنزانة. كان الآخرون يضحكون وبدا ذو اللحية الكثة والشعر الكثيف منتشيا. وقبل أن يقتعد حافة سريره كان خميس قد انقض عليه وسط دهشة بقية السجناء، وجه إليه لكمة قوية جعلت مؤخرة رأسه ترتطم بالجدار. حاول أن ينهض ولكن خميس عاجله بأخرى، ثم دخل فيما يشبه نوبة هستيرية يضرب عليلو بقوة يزاوج اللكمة بالركلات. كان باقي السجناء ينظرون، لم يتدخل أحد، ولعلهم أيقنوا أن عليلو خسر زعامته التي حاول أن يفرضها على الزنزانة. غطى وجهه الدم ولعله فقد سنين، وحول عينيه كدمات اكتسبت بسرعة لونا داكنا. لم يعد يقوى على الحركة، سقط على الأرض مغشيا عليه. بالقرب من سريره سقطت السيجارة، وما لبث ذاك الذي أعطاه إياها أن استردها دون أن تعبر ملامحه عن شيء ما. كان خميس يجلس على حافة سريره يسترجع أنفاسه لما جاء الحراس. سأل كبيرهم عمن فعل بعليلو ما فعل به. سكت السجناء وقال خميس إنه من فعل به ذلك، وأردف أنه ما قام إلا بالدفاع عن نفسه، وإن شك فيما يقول فليسأل بقية السجناء. قالها خميس والتفت إليهم بنظرة اخترقت جباههم. سمعت أصوات من عمق الزنزانة تؤيد ما قاله. جاء مسعفان وحملا عليلو بينما اقتيد خميس إلى إدارة السجن حيث وجه إليه تحذير شديد. بعد ساعة أعيد إلى الزنزانة وقد حسب أن عليلو لن يعود إليها، ولكن عليلو أعيد في المساء. دخل ومضى صامتا إلى تلك الزاوية، استلقى على سريره ولم تعد تسمع منه سوى تلك الأنات التي ربما كان يود لو يكتمها. في الأيام التي تلت عزز خميس موقعه في الزنزانة ومنع جميع السجناء من الحديث إلى عليلو، وصار يستفيد من خدماتهم. وسرعان ما صاروا يمثلون لديه مكونات عصابة حقيقية يخشى جانبها حتى حين يلتقي السجناء في الساحة. وعاوده مخطط الهروب، قيل له إن السور العالي للسجن يفضي إلى شوارع رئيسة مثل نهج العقيد لطفي أو نهج شهداء الثورة، هناك أيضا زنقة الشيخ سعيد. كانت الخلاصة أن محاولة الهروب بالقفز من السور مخاطرة غير مضمونة النتائج. كان عليه أن يفكر في خطة أخرى. يشاركه في مشروع الهروب 3 سجناء بينما لم يكن عليلو قد شفي من جروحه تماما. تم الاتفاق على استغلال ظروف الأشغال التي كانت تشهدها الساحة، وأن يتسلل 3 إلى إحدى الشاحنات ويختبئوا في ثنايا أسفل هيكلها. لم يكن لدى خميس علم بموعد انتهاء الأشغال، ولذلك قرر المخاطرة. في اليوم التالي كان أول من تمكن من المرور إلى جهة الشاحنة، أطل من وراء كومة الرمل، ولما أيقن أن لا أحد تنبه إليه زحف إلى أسفل الشاحنة. كانت الفجوة التي علقت بها عجلة الاحتياط توفر مكانا جيدا للاختباء. ثم سمع وقع خطى، ظهر له حذاءان كتلك التي ينتعلها الحراس، ظن أنها النهاية. كتم أنفاسه ثم رأى الحذاءين يبتعدان، حدث نفسه أن أصحابه لن يستطيعوا الهرب. مرت 10 دقائق، رأى أولهم يتسلل إلى أسفل الشاحنة، جاء إلى جانبه ثم لحق بهما آخران. كان خميس يرهن نجاح خطة الهروب بتحرك الشاحنة قبل انقضاء فترة الاستراحة. لما سمعت الصافرة التي تدعو السجناء إلى العودة إلى زنازلهم حسب أن كل شيء قد انتهى. استعد للخروج من مخبئه
لما رأى قدمين تقبلان نحو الشاحنة. لم يكن حارسا من الحراس، تسلق القدمان الشاحنة ثم دار المحرك. مضت الشاحنة نحو الباب الكبير، فتح الباب، واستغرب خميس أن الشاحنة غادرت دون أن تخضع إلى تفتيش. لم يصدق أنه وأصحابه ثلاثة صاروا خارج أسوار سجن وهران. من أمكنتهم لم يكونوا يرون سوى الطريق الإسفلتي يسرع تحت أنظارهم. قطعت الشاحنة عدة كيلومترات، أحسوا بها تتوقف. انتظر الثلاثة إشارة من خميس، أطل برأسه، كان سبب توقف الشاحنة حاجز للدرج. ثم انطلقت من جديد، لا يدرون وجهتها تحديدا. اعتقد خميس أنها أخذت وجهة الجنوب. كان قد مر ما يقرب من الساعة منذ أن تخطت الشاحنة باب سجن وهران لما توقفت للمرة الثانية. بدا له أنها ابتعدت عن المدينة. رأى قدمي السائق تمضيان إلى مكان خلاء. نزل وأشار إلى رفاقه، عبروا الطريق إلى الجانب الآخر واستلقوا في منحدر هناك. لما أخذوا قسطا من الراحة نهضوا، كانوا لا يشكون في أن ملاحقتهم قد بدأت. قرروا الاختباء إلى أن يحل الظلام. علموا أن الطريق التي يوجدون بها تؤدي إلى عين الترك، وكان السير ليلا أنسب لهم في تلك الفترة من الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة. في الطريق تدبروا مأكلهم وشرابهم، وفي الغد أفضوا إلى عين الترك، وكانت كل أحاديثهم عن الفرار خارج الجزائر. كان بينهم شاب قال إنه عمل لفترة بحارا، وثقوا به واتفقوا على سرقة قارب من عين الترك يعبرون به إلى أوروبا. كان التفكير، مجرد التفكير في ذلك، يلهب أحلامهم. تسللوا إلى الشاطئ، وكان عليهم أن يمضوا جهة رأس فالكون. رصدوا قاربا مطاطيا به محرك مربوطا على الشاطئ. غاب القمر في تلك الليلة. فكوا رباط القارب ودفعوه إلى الماء، جذفوا إلى أن ابتعدوا عن الشاطئ، ثم أداروا المحرك. انطلقوا مسرعين وقد حسبوا أنهم نجوا. فاجأهم قارب لخفر السواحل. طلب منهم التوقف مرة وثانية، أطلق باتجاههم النار تحذيرا. لما بدوا مصممين على الهرب تم استهدافهم. غرق القارب، تم انتشال شخصين بينما غرق آخران، كذلك كتب في محضر خفر السواحل. بعد يومين لفظ البحر جثتين، إحداهما كانت جثة خميس بن رمضة. كان فريد أبو الخال المواطن العربي المقيم بالمغرب منذ زمن الحماية الفرنسية شخصا يحظى بالاحترام. كان والده المرحوم الحاج بلال أبو الخال من الرجال الذين آزروا المقاومة المغربية ضد الاستعمار الفرنسي، وقد ورث عنه ولده فريد ذاك التقدير والاحترام، كما ورث عنه أملاكه ومشاريعه، وبشكل خاص تلك الضيعة بأطراف القنيطرة التي كانت مداخلها توفر له أسباب العيش الرغيد. كان لفريد أبو الخال مسكن ثانوي على الشاطئ، يستمتع بهدوء المكان ويمارس هواية الصيد، هوايته المفضلة. منذ سنوات ارتبط فريد أبو الخال بسيدة فرنسية كانت خليلته، وكان لها ولد وبنت. لم يكن يظن أي من الجيران أن العلاقة القائمة بين أبو الخال وكلودين علاقة غير شرعية، بل إن كثيرين كانوا يحسبون الولد والبنت ولدي فراش تلك العلاقة. أنهى الولد وقد شب دراسته، لم يبحث عن عمل، فسيد أبو الخال يوفر له كل ما يحتاج إليه. أما الفتاة فإنها بعد أن أنهت دراستها في المغرب انتقلت إلى فرنسا لمواصلة دراستها الجامعية هناك. صورة متكاملة ومتناسقة لأسرة تعيش في سعادة وهناء، كذلك كانت تبدو. في عصر يوم صيفي تقدمت السيدة كلودين لدى مكتب الدرك الملكي إلى حيث يتبع السكن الثانوي لفريد أبو الخال. قالت إن زوجها، وكذلك كانت تدعوه، ذهب إلى الصيد منذ يومين ولم يعد. قالت إنها انتظرته طيلة اليوم الموالي لذهابه إلى الصيد، ثم ليلة أخرى
قالت إنها فتشت عليه في كل الشواطئ التي اعتاد ارتيادها للصيد، وبعد جهد جهيد قالت عثرت على سيارته على بعد نحو كيلومتر من البيت. أبلغت الدرك أن كل معدات الصيد كانت داخل السيارة، ولكن الصياد فريد أبو الخال اختفى. إفادة وافية كافية. تحرك رجال الدرك إلى المكان، وجدوا السيارة في مكان يأمه الصيادون. بعد بحث استمر يومين تم انتشال جثة فريد أبو الخال من مياه المحيط، لحقتها تشوهات. نقلت الجثة إلى مستودع الأموات لتشريحها. الطبيب المداوم في المستودع لم ير من سبب لوفاة فريد غير الغرق. سلمت مصلحة الدرك الملكي السيارة إلى كلودين التي يفترض أنها أرملة فريد أبو الخال. كانت السيارة قد أخضعت لتفتيش لم يظهر منه ما يقود البحث إلى وجهة أخرى غير حادثة الغرق. كانت كلودين متشحة بالسواد حدادا، كانت تبدي حزنا كبيرا لفراق عشيقها. وكيل الملك بمحكمة القنيطرة لم يقتنع بالمعلومات التي تضمنتها الإفادة الخاصة بمقتل فريد أبو الخال، ولذلك طلب من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية إتمام الإجراءات التي بدأتها مصلحة الدرك، بدءا بطلب تشريح الجثة وتفتيش سيارة الهالك من جديد. خلص التشريح إلى أن فريد أبو الخال لم يمت غرقا، وإنما مات من جراء تلقيه عدة ضربات بأداة رادة في الرأس، ولم يكن داخل رئتيه أثر للماء. خلاصات تدفع إلى الاعتقاد بأن فريد أبو الخال إنما ألقي به في البحر بعد أن صار جثة هامدة. قصد المحققون منزل أبو الخال، كانت كلودين الأرملة المفترضة تتشح بالسواد تبدي حزنا كبيرا، لم تقوى على الكلام وربما أرادت أن تظهر كذلك، فكثيرا ما كان الصمت ملاذا. كانت السيارة مركونة في المرآب. قاموا بعملية تفتيش جديدة دون اكتشاف ما يوجه البحث وجهة معينة. كان ضمن الفريق مفتش شرطة من ذوي التجربة الطويلة في تعقب الآثار، لم يقتنع بالكيفية التي تم بها تفتيش السيارة، فطلب نقلها إلى مقر الشرطة لتفتيش أكثر دقة. البطء الذي يسير به التحقيق لم يكن مما يرضي المسؤولين الأمنيين الأعلى مستوى. فالضحية رجل ذو قدر، إنه فريد ابن الحاج بلال أبو الخال، الرجل الذي دعم مقاومة الاستعمار. ثم إن كل تأخر في الوصول إلى الأدلة قد يعرضها إلى الاختفاء والتلف. تقرر تشكيل فريق من خبراء الشرطة العلمية ومن الميكانيكيين لتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا ولو تطلب الأمر تفكيكها. بعد تفكيك المقاعد الأمامية للسيارة لم يتوفر أي جديد، ولكن تفكيك الكرسي الخلفي عرى وجود شيء يشبه أثر دم تجمد. لم يكن الأثر ليكفي، فالمطلوب التوصل إلى دليل واضح. اضطر الفريق إلى اقتلاع السجاد الذي فرشت به أرضية السيارة، وكانت المفاجأة على الأرضية بقع دم متجمد لم يتمكن الماء والصابون من إزالتها. تم أخذ عينات من بقع الدم وأرسلت إلى المختبر قصد فحصها، أكدت النتيجة أن الدم دم فريد أبو الخال. توفر ما يكفي لإعادة استنطاق كلودين المتشحة بالسواد حدادا. تقرر أيضا استنطاق ابنها، فالبنت كانت في فرنسا للدراسة. وجد المحققون أنفسهم أمام ضمينين عنيدين استعدا جيدا فيما يبدو لمواجهة التحقيق وأسئلته، وهو ما اضطر الشرطة إلى تشكيل فرق تعاقبت على مساءلة الضنينين. انطلق المفتش الموكول إليه الإشراف على التحقيق من عدة ثغرات في أقوال كلودين وابنها، وبعد يومين أوحى لها بأنه يريد إحضار ابنتها من فرنسا لأنه يشك في أسباب غيابها. انهار الحصن الأخير بداخل كلودين فقررت الكلام. قالت المرأة الخمسينية المتشحة بالسواد
إنها علمت منذ فترة أن عشيقها فريد أبو الخال كان يقيم علاقة غرامية مع ابنتها، فانتقمت منه. قالت إنها أمدت ابنها بالمال لقتل العشيق الخائن. لما تكلمت كلودين أظهرت أنها تريد أن تفضي إلى المحققين بكل شيء. قالت لما قتل ابنها عشيقها أبو الخال ساعدته على وضع جثته في كيس بلاستيكي وحملاها إلى السيارة. بعد ذلك قاد السيارة ليلا إلى الشاطئ، ألقي الجثة في البحر، ثم عاد إلى المنزل، نظف الكرسي الخلفي من أثر الدم. لم يبق أي أثر يظهر. أخذت كلودين معدات الصيد، وضعتها في السيارة التي قادها ابنها إلى الشاطئ، حيث اعتاد فريد أبو الخال التعاطي لهوايته المفضلة، ركنها هناك ثم عاد. كان اعتراف كلودين مفيدا، ولكن المحققين كانوا بحاجة إلى أداة الجريمة. كانت مطرقة، وقد قاد ابن كلودين المحققين إلى المكان الذي خبأها فيه. كانت لا تزال عليها آثار الدم وبعض شعيرات رأس الضحية. أكدت التحليلات المخبرية لاحقا أن الدم دم فريد أبو الخال، والشعيرات شعيرات رأسه. لكن ما الذي جعل كلودين تقتنع بوجود علاقة غرامية بين ابنتها العشرينية وعشيقها الذي كان قد تخطى الستين؟ أثناء تعميق البحث قالت كلودين إنها علمت صدفة بتلك العلاقة. علمت لما جاء ساعي البريد برسالة من فرنسا موجهة إلى فريد أبو الخال، لم يكن مكتوبا على ظرفها اسم المرسل. دفعها فضولها إلى فتح الظرف، وكانت الصدمة: رسالة غرامية من ابنتها إلى فريد. أخفت كلودين الرسالة وترصدت رسائل أخرى، ثلاث رسائل، في إحداها تلميح إلى أن فريد أبو الخال كان يعد لهجران عشيقته كلودين ليستبدلها في باريس بابنتها الشابة التي وقعت في غرامه ووقع في غرامها. الرسائل الثلاث كانت ترقد في خزانة حديدية في إحدى الوكالات البنكية. إلى هناك رافقت كلودين محققي الشرطة لتسلمهم الدليل على دوافع الجريمة. كانت كلودين تظن أنها بقتل فريد أبو الخال ستكون انتقمت لكرامتها من عشيق خائن، وفي الآن نفسه ستكون قد احتفظت بابنتها التي نافستها على الخليل. اتشحت كلودين بالسواد لتبدو في زي أرملة حزينة مكلومة. كانت أرملة سوداء، والأرامل السوداء عناكب تلتهم أزواجها. كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل. توقف عبد العزيز أيت يحيى بشاحنته الصغيرة في سوق أربعاء الغرب، ركنها كما تعود على ذلك منذ عدة أعوام في نفس موقف السيارات. أحكم إقفال بابي مقصورة القيادة، ثم تفقد البوابة الخلفية، ولما اطمأن توجه نحو الشارع الرئيسي. لوح بيده للحارس الذي صار يعرفه. مشى بضع عشرات الأمتار حتى وصل شارع طارق بن زياد. في منفذ متفرع عن الشارع مطعم صغير يقدم الحريرة، لا شيء آخر سوى الحريرة وكسرة خبز. يتكون زبناء هذا المطعم الذي لا يوجد في الزقاق ما يدل عليه من السائقين المتمرسين الذين يتنقلون بين الدار البيضاء ومدن الشمال، يحملون من البضائع أشكالا وألوانا، ومن حين إلى آخر يأتي إلى ذاك المطعم من يتأخرون في العودة إلى منازلهم، وهؤلاء أغلبهم من سكان القرى والدواوير القريبة من سوق أربعاء الغرب. في ذلك المحل الضيق الذي يفتقد إلى النوافذ الكافية للتهوية وضعت طاولتان من خشب رخيص الثمن لم يمسسهما طلاء، وقد منحتهما بقع الحريرة منظرهما المتسخ الذي هما عليه، وحولهما بضعة كراسي أرجلها من حديد. في عمق المحل الذي ينيره سراج يعمل بالغاز ما يبدو مطبخا، هو موقد للغاز وقدر كبير يبدو أنه لم يبرح الموقد منذ أن افتتح المطعم ذات رمضان قبل عدة أعوام.
دخل عبد العزيز وكما تعود على ذلك توجه رأسا إلى تلك الجهة التي تصنف مطبخا. كان علي الطباخ واقفا بجوار القدر الكبير، ألقى إليه عبد العزيز بالتحية، طلب منه صحنا من الحريرة، ثم بدأ يبحث بين بضع خبزات صغيرة عن الأكثر طراوة بينها، فحصها كلها ثم عاد إلى واحدة وأخذها. حول إحدى الطاولتين جلس ثلاثة رجال لم يسبق له أن رآهم، ألقى بالسلام ثم اتخذ له مكانا عند الطاولة الأخرى. وما أن استوى على ذلك الكرسي ذي الأرجل الحديدية حتى جاءه علي بالحريرة، كان الصحن مملوءا عن آخره وغاصت فيه إلى النصف ملعقة من الألومنيوم. كاد عبد العزيز يفرغ من تناول ما طلبه لما دخل المطعم ثلاثة شبان. لما مروا بجواره اشتم رائحة الخمر تصدر منهم. كان أحدهم ذاك الذي دخل أولا يمشي مترنحا، الآخران كانا يتجادلان وقد ارتفعت أصواتهما بكلمات لا تفهم. لم يطل إليهما النظر، هو يعلم أنهما ربما يبحثان عن سبب مهما كان تافها للدخول في مواجهة مع أي واحد من الزبناء الذين كانوا في المطعم. ومع ذلك اقترب منه أحدهما، توكأ بيديه على الطاولة الخشبية ونظر إليه. حاول عبد العزيز أن يتجاهله وواصل مضغ قطعة خبز أخيرة، كان صحن الحريرة فارغا. ثم تكلم الذي كان يحملق فيه بلسان مثقل بالخمر: لماذا تنظر إلي؟ رفع عبد العزيز بصره، الذي أمامه وجه لم يحلق ذقنه منذ بضعة أيام، كان التسوس قد أدرك الجزء العلوي من أسنانه الأمامية. عاد ليتكلم بصعوبة، قال مرة أخرى: لماذا تنظر إلي يا هذا؟ كاد يضيف وصفا ولكنه لم يجد في ذهنه كلمة يقولها، وقد أضحك ذلك صاحبه الذي قهقه بتكلف لا يخفى. نهض عبد العزيز من مكانه، توجه إلى علي، دفع له ثمن الحريرة ثم انقلب يريد الباب. كان ذاك الشاب الذي ضايقه يقف حيث تركه، تجاهله وواصل خارجا. كان ظلام دامس يخيم على الشارع. مشى عبد العزيز في اتجاه شارع طارق بن زياد، كان يسمع وقع خطى من خلفه، لم يشك لحظة في أن ذاك السكير تبعه، لم يلتفت. ولما بلغ شارع طارق بن زياد أسرع الخطى إلى موقف السيارات، دفع للحارس أجرته، تفقد البضاعة، كانت مكانها لم يمسسها أحد، ثم ركب، أدار المحرك ثم أشعل المصابيح وانطلق مكملا رحلته إلى شفشاون. في المطعم انتظر الشابان أن يعود صاحبهما الذي تبع عبد العزيز عندما خرج، ولكنه لم يأتي. انتظر نحو من نصف ساعة ولكنه لم يعد. ولما كبر قلقهما نهضا وخرجا يتمايلان. كان الزبناء الثلاثة في الطاولة الأخرى يتابعون ما يجري. ولما نهض السكيران أتبعوهما نظرات لم يرافقها تعليق. ساد الصمت إلا ما كان من صوت غليان الحريرة في القدر الموضوع على الموقد الغازي. ثم فجأة جاءت من الشارع صرخة، عم المطعم صمت رهيب. بعد تردد خرج الزبائن الثلاثة الذين كانوا في المطعم. على بعد 50 مترا في ذاك الزقاق المظلم وقف الشابان ينظران إلى صديقهما، ذاك الذي تبع عبد العزيز، كان ملقا على الأرض وقد غطى جزءا من وجهه وعنقه دم غزير. قال أحد الشابين: قتله سائق الشاحنة، قتله سائق الشاحنة. لم تمض سوى دقائق حتى تكونت حول الرجل الملقى على الأرض حلقة من الفضوليين الذين تسللوا من الأزقة المجاورة. ثم حضر رجال الشرطة ووصلت متأخرة قليلا سيارة إسعاف. حمل الشاب الذي لم يكن أحد موقنا أنه مات. تم الاستماع إلى الذين كانوا في المطعم. أكدت كل الروايات أن الشاب الذي سيعلم لاحقا أنه مات توقف مطولا عند سائق الشاحنة. قال علي بائع الحريرة للمحققين إنه يسمى عبد العزيز.
لا أحد علم بما دار بين الرجلين من حديث. وحده علي قال إنه سمع الشاب الذي قتل واسمه حسين الدعيدع سمعه يقول لعبد العزيز: لماذا تنظر إلي؟ وأكد أن سائق الشاحنة لم يرد عليه. لم يكن سرا موقف السيارات حيث يركن عبد العزيز شاحنته. توجه الباحثون إلى هناك. أخبرهم الحارس بأن عبد العزيز غادر موقف السيارات بشكل عادي بعد أن دفع أجرة الحراسة. طلب الباحثون من الحارس أن يبلغ الشرطة فور وصول عبد العزيز. كان يعلم أن الرجل سيعود من شفشاون بعد يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير. علم المحققون أن الشبان الثلاثة لم يكونوا يعرفون عبد العزيز سائق الشاحنة. هي حالة السكر التي كانوا عليها دفعت صاحبهم إلى التحرش بالرجل. الأقوال والشهادات التي تم الحصول عليها خلت مما يغني عن البحث في مسالك أخرى. حتى الآن لم يتم الوصول إلى أي دليل ضد عبد العزيز. تبين من مصادر غير الشهود أن الشبان الثلاثة وقبل أن يحلوا بالمطعم أقاموا احتفالا على طريقتهم في أرض خلاء بأطراف المدينة، فقد كسبوا جولة قمار مع شبان آخرين واشتروا عدة قنينات من الخمر والجعة، ولم ينهضوا من مكانهم القصي ذاك إلا بعد أن استنزفوا كل القنينات. كان في تلك المعلومات ما يطرح فرضية أخرى، الانتقام مثلا. بعد يومين في حدود السابعة مساء حل عبد العزيز أيت يحيى بموقف السيارات، ركن شاحنته كما تعود على ذلك، حي الحارس ومضى إلى المطعم يبتغي حريرة ساخنة. لما وصل باب المطعم تلقفه علي، قال له إن الشرطة تبحث عنه في قضية مقتل ذاك الشاب الذي كان يتحرش به في المرة الأخيرة التي مر بها بالمطعم. لم يكن لديه مجال لتفكير عميق. عاد أدرجه مسرعا الخطى إلى موقف السيارات، دفع للحارس أجرته وانطلق مسرعا. لما حضرت الشرطة إلى المطعم لم تجد له أثرا. قال علي إن الرجل أطل من الباب وعاد. قال إنه ظن أنه نسي أن يأتي بشيء ما من الشاحنة. كان ما قاله علي دليلا على صدق ما أبلغ به حارس موقف السيارات. في تلك الليلة لم يتوقف عبد العزيز بأي مدينة حتى وصل الدار البيضاء. مضى مباشرة إلى الشركة التي يعمل لها، أودع السيارة في مرآبها وانصرف إلى منزله. في سوق الأربعاء كان الباحثون يتبعون المسلك الآخر، واهتدوا إلى أولئك الشبان الذين خسروا ليلة مقتل حسين الدعيدع. كان أحدهم ويدعى ولد الجلالي أكبر خاسر في تلك الليلة، ولم يستسغ أن يمضي الثلاثة الذين ربحوا جولة القمار إلى الاحتفال بانتصارهم. من أبناء الدوار الذي ينتميان إليه من يذكر حسابات قديمة بين الشابين كانت امتدادا لمنازعات بين عائلتيهما. كان طبيعيا أن يسعى المحققون إلى الوصول إلى هذا الشخص ولد الجلالي. لم يكن صعبا الوصول إليه. كان في حالة سكر واضحة، ولعل ذاك ما جعله يعترف بسلاسة غير منتظرة، بل ويبدي نوعا من الافتخار بأنه ثأر لنفسه وعائلته، لأن الدعيدع كان يدعي أنه استطاع أن يربط علاقة غرامية مع شقيقة والجلالي. أضاف أن جولة القمار كانت القطرة التي أفاضت الكأس، وقد استغل حالة السكر التي كان عليها الثلاثة، ورأى في تحرش الدعيدع بسائق الشاحنة فرصة لإبعاد كل شبهة. رآه يخرج من المطعم يتبع السائق ويهمهم بكلام غير مفهوم. لحق به بينما واصل السائق طريقه لا يلتفت، أمسك به من الخلف ورسم على عنقه خطا غائرا، أرسله واختفى في الظلام. رأى الفضوليين يأتون إلى المكان بعد تلك الصرخة التي أطلقها صديقاه. مرت عدة أسابيع، تم الإمساك بالسائق عبد العزيز أيت يحيى، تم الاستماع إلى إفادته التي أدرجت ملف القضية وأخلي سبيله. في شارع ابن تومرت بمدينة الجديدة صار العنبشت الريفي وجها مألوفا، فقد استقر في إحدى الفيلات حيث يعمل حارسا.
في خريف العام 2000 لما خلت الفيلا من سكانها الذين انتقلوا للاستقرار في فرنسا كانت قد مرت 20 سنة على وصول العنبشتا إلى الجديدة. كان مشغله طبيبا من أصول تونسية متزوجا فرنسية من مونبلييه. كان لهما ولد اسمه زكريا وبنت اسمها ياسمينة. وقد قررت الأسرة الانتقال للعيش في فرنسا بعد أن بلغ زكريا وياسمينة طور التعليم العالي. تم الاتفاق على أن يبقى العنبشتا في المنزل الذي قررت عائلة الدكتور سامي القرواني أن تمضي به عطلها الصيفية. وكذلك صار بوشتا الساكن الوحيد في تلك الفيلا. كان فضلا عن مهمة الحراسة يتولى العناية بالحديقة. الذين اعتادوا المرور من شارع ابن تومرت ألفوا وجود الرجل وخاصة في مساءات الصيف. في العام 2000 كان بوشتا في 50 من العمر. في الظاهر يبدو الرجل محتفظا بقدر من اللياقة البدنية يخفي إلى حد ما حقيقة عمره. في الحقيقة لم يكن يعير الأمر كبير اهتمام. يمضي إلى السوق على دراجته يأتي بما يحتاج إليه. في أغلب الحالات كان يمضي إلى المرسى ليشتري السمك. عدا اسمه بوشتا الريفي لم يكن الناس في محيطه يعلمون عنه الكثير إذ كان متكتما. وقد صد تكتمه ذاك فضوليين كثيرين حاولوا النفاذ إلى عالم الرجل. وحده البقال الذي يوجد على بعد شارعين كان يعلم أن بوشتا الريفي جاء من الحسيمة مع أحدهم أغواه بأنه سيشتري مركبا للصيد وسيجعله رايسا عليه. كان زمنئذ في 30 أو قريبا من 30. يذكر البقال لحسن أنه أسر إليه يوما بأنه لما جاء للعمل في الجديدة كان قد وعد فتاته في القرية التي ينحدر منها بأنه سيعود بعد عام ليخطبها من والدها. كان ذلك حلمه الذي باح به للبقال لحسن وقد مر عليه الآن 20 عاما. قد تكون تلك التي أحبها تزوجت وأنجبت أبناء هم الآن في سن الزواج. قد يكون حدث ذلك فبوشتا لم يعد إلى ريفه منذ أن وطئت قدماه الجديدة في العام 83 900 وألف، ولم يعد يحتفظ من ذلك الريف سوى بالانتساب إليه بوشتا الريف. في منتصف شهر فبراير من العام 2000 فوجئ بقدوم زوجة مشغله مدام كاترين. وصلت بعيد المغرب. لما توقفت سيارة الأجرة التي جاءت بها كان كدأبه يجلس في باب المرآب وحيدا. وقد سرها ذلك كثيرا. أبدى بوشتا سروره بقدوم تلك التي يناديها مدام حتى حين كان يأتي على ذكرها خلال أحاديثه مع البقال لحسن. ولعله ظن أيضا أن المرأة ما قدمت بشكل مفاجئ إلا لترى ما إذا كان يعتني بالفيلا كما كان يفعل حينما كانت أسرتها تستقر بها. طلبت من بوشتا أن يمضي إلى وسط المدينة ويشتري لها بعض الأكل. طلبت منه أن يأتيها أيضا بنبيذ ذكرت له نوعه. كانت الساعة تقترب من 8:30 حين سلمها ما طلبت منه ثم آوى إلى غرفته المحاذية للمرآب. كانت غرفة مربعة لها باب يفضي إلى المرآب وآخر إلى الطابق الأرضي من الفيلا. أعد بوشتا طاجينا من السمك جاء به من المرسى. كانت تأتي من راديو كاسيت وضعه بالقرب من فراشه إيقاعات ريفية يطرب لها. كانت الساعة تقترب من 10 ليلا حينما سمع طرقا بالباب. كان طرقا خفيفا بالكاد يسمع. فتح الباب المفضي إلى الطابق الأرضي من الفيلا. كانت مدام كاترين واقفة تنظر إليه. ابتسمت وقالت له بدارجة لم تخل من لكنة فرنسية: هل ما زلت مستيقظا؟ نعم مدام. تناولت طعامك أم ليس بعد؟ سألته وهي تضحك. قال لها: انتظر طاجين السمك إنه على النار. نظر إليها بابتسامة لم تخفي استغرابه ثم سألته: هل تستضيفني؟ صمت بوشتا وقد أحس بحلقه وقد جف ثم ابتسم وقال لها: مرحبا بك. لم تنتظر المرأة الستينية كلمات أخرى. دلفت إلى داخل الغرفة التي يؤسسها فراش متواضع
وتتوسطها مائدة مستديرة بأرجل قصيرة، لعلها المرة الأولى التي تدخل فيها المدام تلك الغرفة المخصصة للحارس. لا يذكر بوشتا أنها دخلتها منذ أن استقر في خدمة تلك الأسرة قبل عقدين من الزمن. كانت المدام كاترين تبدو منشرحة تلك الليلة، وكان مكياجها الخفيف يترك متسعا لجمالها الطبيعي. عيناها الزرقاوتين اللتين يرسم مسار جفونهما خط رفيع من الكحل كانتا تنطقان بالكثير، كذلك بدا لبوشتا الريفي. ساد الغرفة صمت لم ينقضه سوى ذلك الإيقاع الريفي المنبعث من الراديو كاسيت وصوت مرق الطاجين الذي يغلي على النار. كانت المدام كاترين تنظر إلى الطاجين وتتابع دون ما تعليق حركة بوشتا وهو يغسل النعناع بعناية لإعداد براد شاي على شرف المدام. لم يمر وقت طويل لما جاء إلى تلك المائدة قصيرة الأرجل بصينية فيها كأسان وبراد صغير تشهد الكدمات التي تحملها بطنه وغطاؤه على أنه رفيق بوشتا منذ زمن بعيد. كانت يداه ترتعشان وهو يصب الشاي للمدام. قد يكون سبب ذلك أنه لم يستقبل قط امرأة في غرفته. بسم الله يا مدام، قالها وهو يمد إليها الكأس. تسلمتها منه وقالت له بلثغة ظاهرة شكرا. لعل خيال بوشتا مضى بعيدا حين كانت المدام ترشف من كأسها، ثم فاجأت. أظنك تسأل عن سبب مجيئي عندك هنا في غرفتك. حرك رأسه موافقا. اسمعني جيدا، كما تعلم يا بوشتا لقد بدأ العمر يتقدم بي وبزوجي الدكتور سامي، وقد رأيت أن ولدينا زكريا وياسمين استقر الآن في فرنسا لمتابعة الدراسة، ولذلك قررنا أن نبيع هذا المنزل. سكتت قليلا وكأنما هي تحبس دمعه. كان بوشتا ينظر إليها مندهشا ولعله فغرثاه. نهض من مكانه وأنزل طاجين السمك من موقد الغاز ثم عاد يستمع إليها. قالت المدام كاترين لقد وجدنا هناك في فرنسا من يشتري منا المنزل، وما جئت إلا لأبلغك بالأمر. نحن لم ننس السنوات التي أمضيتها في خدمتنا، ولا تحسبن أننا سنتخلى عنك. على وجهه بعض الانشراح الذي ما لبثت المدام أن التقطته واسترسلت. لك الاختيار بين أن تبقى في المنزل في خدمة ملاكه الجدد أو أن تأتي معنا إلى فرنسا، وسنحاول أن نجعلك تقيم هناك بصفة قانونية. لم يكن بوشتا قد فكر يوما في الهجرة إلى أوروبا. كان ما تعرضه المرأة الجالسة أمامه يغري بالمغامرة. قال لها إنه يفضل الذهاب معهم إلى فرنسا، ولكنه يود لو يستطيع أن يعود إلى قريته هناك في إقليم الحسيمة علّه يجد لوالدته خبرا. كانت المدام كاترين القيرواني قررت البقاء في الجديدة أسبوعين، ورأت أنها تستطيع البقاء بمفردها في الفيلا خلال تلك الأيام التي سيمضيها بوشتا في الريف. في تلك الليلة قاسمته عشاءه وعادت إلى غرفتها، وفي الصباح جاءها مودعا. استغرق سفره إلى الريف ما يقرب من يومين. لما وصل القرية التي تبعد عن الحسيمة بنحو 20 كيلومترا مضى إلى بيت أمه. فتح له صبي دون العاشرة، نظر إليه مليا وعاد بوجهه إلى الداخل يقول إنه رجل. بعد ثوان أطلت امرأة تضع على رأسها غطاء أبيض. ما أن رأته حتى ارتمت في حضنه وهي تصرخ ولدي ولدي. كانت تلك أمه التي انتظرته 20 عاما. دخل. كان الصبي هو ابن شقيقه علي الذي يصغره بعامين. كان يعلم أن ساعة العتاب ستأتي بعد الأكل. كان عليه أن يحكي لهم كل تفاصيل تلك السنوات 20 التي أمضاها مختفيا. لما حان موعد العشاء جاءت امرأة تحمل صحنا كبيرا به لحم دجاج بلدي. وضعت الصحن وسط المائدة. كان شقيقه علي يجلس في مكان مقابل له. قالت المرأة بصوت لا ينكره حمدا لله على سلامتك. رفع بصره إليها. كانت هي زينة، تلك التي أحبها ووعدها بالزواج
ولما لم يستطع الوفاء بوعده هرب من ذكراها. قبل أن يسأل بادره شقيقه بالقول: هي زوجتي. لم يرد بوشتا أن ينغص صفو ذلك اللقاء الأسري الذي تأتى بعد 20 عاما. أكل في صمت ثم مضى مع أمه وشقيقه في حديث عن كل تلك السنوات. أشياء كثيرة وقعت، لم يكن يتصور أن تلك التي أحبها صارت من نصيب شقيقه. علم أنهم حسبوه مات لما لم تثمر كل الجهود التي قاموا بها بحثا عنه. كان الليل قد انتصف ذاك 23 من فبراير من العام 2004، لما آوى كل ذي نفس إلى مثواه في ذلك المنزل المشيد بالحجر والطين. ثم بعد ساعتين صدرت من الأرض أصوات لم يسمعوها من قبل. ثم هوى المنزل على النيام، وعلى الذين نجوا أنه الزلزال. كان بوشتا في عداد القتلى الذين انتشلوا من تحت الأنصار.